انا ما مزيان دائره صحيه لانه كما تنشوفوا المنخرط تيجي يعبروا على الراي ديالهم رغم قله ديالهم لان مقارنه مع العدد اللي حضر يعني تيبقاو الاخوان مع احترامنا لهم اللي يمثلون صوت الاغلبيه تيقولوا الراي ديالهم بصراحه حنا تنجاوبوا حتى حنا بالصراحه اللي معوده والصراحه اللي يعني عودنا على الجمهور ديالنا وكاين بعض الامور اللي ما كانش واخا في اطار يعني الحريه التعبير كاين امور اللي ممكنش مغالطات اللي يمكننا ندوزها راه تنجاوبوا عليها في حينها ولكن هذا ما تيعنيش بانه راه كاين احترام متبادل بيناتنا والحمد لله على هذه الاجواء اللي تيعيشوا فريقنا في الكاس. حنا بطبيعه الحال هو الانخراط باش نكون واضحين حنا نفتحوا باب الانخراط وغادي نتمنوا انه الكفاءات اللي تنتكلموا عليها تجي تنخرط تجي تدخل في التدبير الرياضي واخا ولا صعيب انه لانه خصنا نرجعوا الثقه للمؤسسات الرياضيه والمكاتب المسيره باش يمكننا نجيبوا المنخرطين اللي تتعرف بانه الا كانوا الكفاءات حيت كاين لا ماجوريتي تيقول لك علاش غنمشي نخرط دونك حنا غادي ان شاء الله غادي نفتحوا الانخراط يعني في الايام ولا الاسابيع المقبله ولا اقتضى الحال انه نديروا جمع عام لان خصنا نصادقوا عليها في جمع عام ولا اقتضى الحال نديروا جمع عام استثنائي وسط الموسم اللي يعني المصادقه عليها راه غادي نديروا حنا بالعكس حنا راه منفتحين وبالعكس خص العوين وخص التداول على التدبير لانه كاين ليزيغ يعني راه غنسير واحد السنوات ولكن خاص خلف باش يجي يدعم هاد الناس اللي كاينين دابا في المكتب وفي المنخرط. هي الرساله واضحه انه فريق اللي تنعتزوا به حنا كاملين الناس يكونوا واقعين ويعرفوا بانه الميزانيه باش دبرت هاد السنه يعني ميزانيه بلا ما نبغيش نهضر على انديه اخرى لان كل واحد تيهضر على النادي ديالو ولكن درنا القراءه غنشوفوا بان من اضعف يعني في الخمسه ولا ميم سته الاولين حنا راه اضعف ميزانيه اقل ميزانيه دونك هنا هاد الشركات جوج اسباب خصها تساهم في دعم فريق اولمبيك اسفي لانه هو القاطره الرياضه في المدينه وفي الاقليم هو الواجهه اللي تتعطي اشعاع كبير دابا للمدينه هو يعني الاستثمار يعني حتى لما كانش مربح ماديا غادي يكون مربح على مستوى يعني الايماج وفي اطار مواكبه ديال خلق الشركات ممكن مستقبلا يكون مربح ولكن هاد الناس خصهم يجي يكونوا سباقين والعامل الثاني من باب المواطنه من باب الانتماء لهاد المدينه لهاد الاقليم خص هاد الناس يجي يساهموا في هذا الفريق لانه الفريق ديالهم لانه فاش نهضروا وغادي نلعبوا اللقاء مقبل مع الترجي التونسي وعندنا العالم العربي كله تيتبع ويمكن في افريقيا قيمه المنافس ديالنا تنهضروا على اسفي راه الناس كما تنقولوا الغوتيان اسفي كلمه ديال يعني مدينه اسفي عاد تضيف وحده الاولمبيك لكره القدم دونك الوسط الكلمه كاينه اسفي دونك نتمنى ان شاء الله ان هاد الناس حنا غادي نعاودوا ندقوا عليهم ودقينا جوج ثلاثه اربع المرات انهم يستجبوا المسؤولين المدينه تنشكروهم وعلى راسهم السيد العمل والناس مسؤولين تيدعمونا ولكن خص استجابه لهاد الناس هادو يستثمروا في فريق اولمبيك اسفي.